السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سعاد من قناة لمسة سعاد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير، أحوالكم طيبة. نكملوا الجولة ديالنا انطلاقا من عيون أم الربيح، أي المكان اللي زرناه في الفيديو السابق واللي مازال ما شافوش، نخلي لكم الرابط ديالو الفوق أو في صندوق الوصف. وعبر الطريق الوطني رقم 8 توقفنا عند سد أحمد الحنصالي اللي كيتواجد في منطقة زاوية الشيخ، كيتعتبر من أهم السدود بحوض أم الربيح بسعة تخزينية تناهز 668 مليون متر مكعب. ثم تابعنا المسيرة ديالنا مرورا بمدينة زاوية الشيخ، مدينة قصبة تدلة، ثم وصولا إلى الوجهة الثانية اللي هي مدينة بني ملال، مدينة الطبيعة، مدينة الهواء والمياه النقية، وكذلك الأشجار الزيتون المباركة. وكتعني اسم بني ملال بني يعني أبناء، وملال أو أملال أي اللون الأبيض بالأمازيغية، أبناء اللون الأبيض، وذلك راجع للثلوج اللي كتغطي جبل تصميد وجبل أغنين. وفي القديم كان يطلق عليها اسم داي، وهو تحريف لكلمة يوداي أي اليهودي، باعتبار المدينة كانت مستقر لليهود الأمازيغ المغاربة. كيعتبر البعض أن المدينة حديثة وتكونت بفعل هجرة القروية، لكن هذا غير صحيح، كون المدينة تعد من أقدم المناطق المستوطنة شمال إفريقيا. فانتشار الكهوف المنحوتة بأشكالها الهندسية المتميزة والفريدة يؤكد ذلك. وبما أن وصولنا للمدينة كان مع غروب الشمس، فقررنا نزورو حديقة عين سردون باش نشوفو شكلها بالليل بعد ما تم إصلاحها وتجديدها. فكانت المفاجأة في وسط المنتزه، كتلقاو هاد النافورة الرائعة بالهندسة الجميلة ديالها، ومنسية بالمياه فيها وبالأضواء اللي كتزيدها رونق وبهاء. كيتمتعوا الزوار بمشاهدتها وبسماع أصوات المياه وبالتقاط بعض الصور معها. وحدها أيضا نافورات صغيرة وأحواض مائية، وكذلك كراسي خشبية ومعدنية مزينة للجلوس والاستمتاع بهذا المنظر الجميل. هناك أيضا محلات مصنوعة من الخشب كيتباع فيها إكسسوارات وتذكارات المنطقة. وكل مياه اللي كتنزل من العين كتهبط على شكل شلالات أو سواقي أو جداول على شكل أنهار صغيرة، وكتزيدها الأضواء رونق وجمال. وهذا ما كيجعل منها وجهة سياحية مهمة للمنطقة. وفي اليوم الثاني قررنا نعاودو نستمتعو بجمال المنتزه ونشوفو الشكل ديالو في النهار، ولكن قبل ذلك غادي نتوجهو للأعلى. وعلى طول الطريق كتلقاو مجموعة من الأشخاص اللي كتمارس رياضة المشي في الصباح أو الجري حتى الأعلى، فالجو هنا رائع ونقي. وعلى بعد بعض الأمتار من المنتزه كتواجد أحد أهم المعالم التاريخية ببني ملال، ألا وهو قصر بني ملال أو قصبة بلكوش. شيد على جبل تسميت، هي بناية ضخمة من الحجر شيده السلطان مولاي إسماعيل كحصن عسكري لحماية المدينة ولمراقبة كل ما يجول بمدينة بني ملال.
وأجمل شيء عشقته في بني ملال هو هذا المنظر البانورامي الساحر اللي كيطل على حقول أشجار الزيتون والبساتين المصممة على شكل الحدائق الأندلسية المنتشرة في أرجاء بني ملال وبالخصوص في عين سردون، وكذلك مشاهدة معالم وأحياء المدينة اللي كتمتد حتى سفح الجبل. وأجمل من ذلك هو إطلالتها على شلالات ومنابع عين سردون، إنه فعلا منظر خرافي. واللي مازال ما زارش بني ملال فأكيد هذا المنظر الرائع غيخليكم تجيو تشوفوها. صراحة ما سخيتش بالمكان في الفوق، ولكن ضروري نهبط باش نوريكم الحديقة عين سردون بالنهار بالشكل ديالها كيف عامل. وعلى طول الطريق كتلقاو جداول المياه العذبة. يحتضن منتزه عين سردون مجموعة من الأنشطة مثل ألعاب الأطفال، مقاهي ومطاعم، مواقف للسيارات. وكيف ما قلت لكم عن هذا المنتزه فإنه يأخذ شكل حدائق الأندلسية، به مجموعة كبيرة من الأشجار وأنواع مختلفة من الورود والأزهار الملونة اللي كتعطي جمالية ساحرة للمكان، وبها كراسي ومقاعد للجلوس وللأكل. وأكثر ما تر انتباهي هو نظافة الحديقة، فالمكان كله نقي ونظيف. ومن الحكايات اللي كتروى على سبب تسمية عين سردون هو أن واحد الراعي اكتشف منبع الماء، ومن بعد ما وقع خلاف بين القبائل على الرعي في المنطقة مشى وضع كمية كبيرة من الصوف في المنبع وحبس الماء للسكان، ومشى الراعي عندهم وساومهم في الأمر وطلب منهم يعطوه أسردون اللي كتعني البغل بالأمازيغية ويفتح عليهم الماء. وهذا ما كان، ومن ذاك الوقت أصبحت العين مشهورة بعين سردون. هيئت مجاري عين سردون في عهد الحماية سنة 1936، وصنفت تراثا وطنيا سنة 1947 كونه فضاء سياحيا فريدا. وغنبقاو طالعين مع هاد المجاري ديال المياه حتى نوصلوا للمنبع ديال العين. وكتحتوي ايضا الحديقة على شلالات اللي كيفوق ارتفاع ديالها المترين، كيبلغ متوسط الصبيب ديالو ما بين 1500 إلى 2000 لتر في الثانية، وأكيد كيزيد وينقص حسب المواسم وكمية التساقطات. كيتعتبر هذا المنتزه ملاذا للباحثين عن سحر المكان وسكون الطبيعة وطراوة الهواء ولحظات السكينة والترفيه والترويح عن النفس للملاليين أو الزوار، وخصوصا فصل الصيف، فكما هو معروف على جو المنطقة برودته في فصل الشتاء وسخونته في الصيف. كتصبح العين ما يشبه ثلاجة طبيعية كيلجؤوا إليها الزوار للانتعاش بالبرودة. صراحة ما سخيناش بهذا المكان الساحر، وبالنسبة ليا نقدر نصنفه من بين أجمل الأماكن السياحية الجبلية، وهو فعلا كذلك. أما بالنسبة للزوار اللي غادي يجيو وغادي يبغيو المكان اللي غادي يباتوا فيه، فهناك مجموعة كبيرة من الفنادق ومنازل الكراء قريبة للمنتزه على طول هاد الشارع اللي كيوصل له، وبأثمنة مناسبة. كتواجد مدينة بني ملال في منطقة فلاحية بامتياز، تحتوي على حقول شاسعة لأشجار الزيتون والتي تشكل ما يقارب 73% من مساحة زراعة الأشجار،
زيادة على أشجار البرتقال والرمان واللوز. هناك الكثير الكثير ما يقال عن مدينة بني ملال وعن ثقافة وكرم أهلها وتاريخها والتطور اللي عرفته في السنوات الأخيرة، وأكيد ما غاديش نقدر نوفي حق ديالها في الوصف في هذا الفيديو البسيط. أتمنى أنني نكون وصلت لكم ولو جزء البسيط من الطبيعة الساحرة لبني ملال، وممكن أنني نلقبها بفاتنة جبال الأطلس. كنتمنى ينال الفيديو الإعجاب ديالكم، ويمكن أنكم تكتبوه في التعليق عن آرائكم وعن الأماكن الجميلة الأخرى اللي موجودة في المدينة. أستودعكم الله وأضرب لكم موعدا قريبا في فيديو جديد عن مكان آخر قريب من مدينة بني ملال، ونخليكم مع جولة سريعة في شوارع المدينة. تحياتي للجميع وشكرا جزيلا. ويستر زودت الدودة تريد والنار من يجعل مالي جعزة زيدة والناغرة ويموت فلي لاني يرعى ومزايد يستر زودت الدودة تريد يولين من يجعل مالي جعزة زيدة Is there a zone that doesn't